نتواصل بالتحديات ونصير هنا مع شوطنا الثامن في مجموع الأشواط. وشوطنا الثامن هو الخاص بثنايا القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل، الشعارات المتميزة، الشعارات الباحثة عن الفوز وعن الناموس كما عودتنا دائما بتحدياتها الجميلة. نبحر معاكم في المراكز الأولى، نتابع مبشر من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول للسلطان بن سالم بن مانع لغويص السويدي، من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني والمنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة يأتينا منذر علي بن سليم بن سالم العويسي المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا وتحديات هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث والقادم على ثالث المراكز هنا بهذه الانطلاقة، نير ياتينا بانطلاقته وتحدياته. هنا سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا نير بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل هنا، شعار براقه شعار الشبله ينطلق بتحديات هذا الشوط. اما على المركز الرابع فالقادم المركز الرابع والقادم هنا العابر لسعيد بن احمد بن هاشم العوضي، من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا كفو السيف بن السيل بن خيره العفاري شعار هملوله ياتي بهذه الانطلاقه. خامسا وسادس مراكزنا جلاد سالم بن السيل بن صالح العامري، من ياتينا ابو صالح ما شاء الله ابو سهيل هنا بهذه الانطلاقه وهذا الاداء، شعار ايضا يعود هنا بانطلاقاته وتحدياته الجميله عرضيه هذا الميدان. مرحبا بالجميع، نتابع من الجانب الاخر المنطلق على المركز السابع، المركز السابع والقادم هداد فر هنا، او من الجانب الاخر المنطلق هنا شرشور عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم لقتبي، وهنا ياتي الاشهاب لايضا حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري منطلقا بهذه التحديات الجميلة. ثامنا والمركز التاسع، المركز التاسع والقادم هنا مروج ضاحي بن سعيد بن سيف بن معبد المشغوني، من ينطلق تاسعا وعلى المركز العاشر شعار المجاز بن سعيد مع المتحد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع مبشر المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول محمد بن سالم بن مانع لغويص السويدي، من يقدم مبشر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا ومقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني وهناك من الجانب الآخر المنطلق على المركز الثاني بهذه الانطلاقة منذر علي بن سليم بن سالم العويسي، وياتينا نير على المركز الثاني لسالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدمه هنا على ثالث المراكز وعلى المركز الرابع، المركز الرابع العابر لسعيد بن احمد بن هاشم العوضي، من يقدمه هنا رابعا وخامس المراكز، المركز الخامس كفو لسيف بن سهيل بن خيره العفاري، من ياتي بكفو في هذه الانطلاقه. خامسا سادس المراكز جلاد سالم بن سهيل بن صالح العامري يقدم جلاد، ومن الجانب الآخر إشهاب القادم هنا حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، من يقدمه بهذه الانطلاقة وبهذه الأداء على سادس أو سابع المراكز. المركز الثامن، المركز الثامن مروج هنا مروج ياتينا ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني، من يقدمه بانطلاقته وتحدياته
تاسع مراكزنا شرشور عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم القتبي والمتحد لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري منطلقا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة. ثاني نداء لمراكزنا العشرة الأولى، وما شاء الله شعارات وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى هنا مع منتصف المسافة والأربعة كيلومترات من غادرناهن بهذا الانطلاق. 6:24 هو التوقيت الزمني لمبشر على الصدارة وعلى المقدمة للأربعة كيلومترات مندفعا بالمقدمة وبالمركز الأول والصدارة. محمد بن سالم بن مانع لغويص السويدي من يقدم على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني لا زال من الجانب الآخر منذر علي بن سليم بن سالم العويسي هنا، ونير على المركز الثالث. يأتينا هنا لسالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي منطلقا بهذه التحديات الجميلة. هناك المنطلق بالانطلاق العابر سعيد بن أحمد بن هاشم العوضي من يأتينا بهذا الانطلاق رابعا، بينما خامس المراكز كفو السيف بن سهيل بن خيرة العفاري وجلاد السالم بن سهيل بن صالح العامري، وياتي شاب بهذا الانطلاق الحارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري يأتينا هنا على المركز السابع. المركز الثامن مروج المنطلق بهذه الانطلاقة ضاحي بن سعيد بن سيف بن معبد المشغوني. أما المركز التاسع فيأتينا الشرشور هنا على المركز التاسع عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم هنا أيضا لكتبي بهذا الانطلاق والأداء الجميل. وعاشر مراكزنا المركز العاشر يأتينا هنا بهذه اللحظات هميم يأتي بانطلاقة السيل بن هلال بن سالم بطراف المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى لمراكزنا العشرة الأولى، ولنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ومن غير على الصدارة على المقدمة وانطلق هنا منذر العلي بن سليم بن سالم هنا العويسي من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، بدأ بهذه اللحظات بالانفراد عن البقية. المركز الثاني يأتي العابر لسعيد بن أحمد بن هاشم العوضي من يأتينا على المركز الثاني، والمركز الثالث مبشر من يأتينا على ثالث المراكز محمد بن سالم بن مانع لغويص هو القادم هنا، القادم كفو لسيب بن السيل بن نخيرة العفوري، وشاب شاب يأتينا على خامس المراكز هنا بانطلاقة حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري وجلاد السالم بن السيل بن صالح العامري. ومن الجانب الآخر المنطلق مشاهدينا ومتابعينا الكروم مروج الضاحي بن سعيد بن سيف بن معود المشغوني وبن حضيرم هنا مع شرشور عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم نكتبي. الله الله بدأت هنا التحديات بعد المنعطف الأخير، هو هنا الستريت رايلنا إلى المنصة الرئيسية هنا والمقدمة والمركز الأول والصدارة. هنا لا زال على المقدمة منذر علي بن سليم بن سالم العويسي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مع العابر سعيد بن أحمد بن هاشم العوضي من يأتينا على المركز الثاني، ومروج المركز الثالث مروج المنطلق ضاحي بن سعيد بن سيف بن معبد المشغوني من يقدم هذا الانطلاق والأداء ثالثا، بينما المركز الرابع والمتسلل في هذه اللحظات الشرشور هنا القادم عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم الكتبي،
ووصل بالغافرية، وصل مع هنا فوضوي، فوضوي بأول إذاعة لفوضوي، قلنا أسامي خلف المراكز العشرة، يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية، الفلوس من يقدمه هنا، الله الله، خماسية خماسية جميلة تنطلق بتحديات هذا الشوط، ولكن الصدارة مع منذر المسيطر على زمام الأمور مع الكيل الأخير، منذر منذر ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، علي بن سليب بن سالم العويسي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، بينما المركز الثاني وننطلق شرشور 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 عبد الله بن حمد بن سالم بن حضير لاقتبي من يأتي بشرشور على المركز الثاني، وعينه على الصدارة، الله الله، والقادم القادم المتحد 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 قديم ابن الطوري هنا بهذه اللحظات، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الصدارة الصدارة مع منذر المسيطر على زمام الأمور، منذر على الصدارة على المقدمة، يسيطر على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، منذر العلي بن سليم بن سالم العويسي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، المركز الثاني شرشور شرشور القادم على المركز الثاني، عبد الله بن حمد بن سالم بن حضير اللي اكتبي الله، وين السلوك أهالي السلطنة أما أهالي هنا المدوم، الله الله، اللحظات الأخيرة أهالي المدوم أما أهالي هناك السلطنة، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة لهذا الانطلاق والتحدي، ولكن هنا إذا اللحظات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل، إذا شرشور مع بن حضيرم المركز الثاني، منذر علي بن سليم مسال عويس المركز الثالث، شعار بالكيلة من وصل محمد بن سعيد محمد بن كيل العمري المركز الرابع، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام من حل بهذه الانطلاقات والتحديات، نعود مشاهدينا الكرام هنا إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول ابن شرشور من أعلن الفوز والناموس، سلام لأهل المدام، السلام هنا، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل هنا، وانطلاقة عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم اللي اقتبي ب 12 دقيقة 48 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، بينما المركز الثاني منذر 12 دقيقة 48 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، هنا بالانطلاق والتحدي، تهانينا والناموس العلي بن سليم بن سالم العويسي، اما ثالثي مراكزنا فكان انطلاقة وتحديات، هنا ايضا شايش محمد بن سعيد بن محمد بن كيلة العامري قاطعا وصافا في 12 دقيقة 54 ثانية، تسعة من الاجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين بهذا الانطلاق.